بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام في كل مكان أينما كنتم، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من هنا من أرضية ميدان القابل لسباقات اللجنة العربية الأصيلة ضمن انطلاقة سن الفطاميين من المسافة 1500 متر، هي مسافتنا المقررة هنا. الشكر الأول والأخير لداعم لهذه الشارة في صباح هذا اليوم، المقدمة من غدير بن حميد الوهيبي، أحد أبطالي ومضمرين في عالم سباقات الهجن. أسير مع مركز الأول في مقدمة هذا الشوط اللي يتقدمت هناك هملولة عبد الله بن حمد المالكي، ينطلق مع أول المنطلقين غزلان من تتغير مع المركز الأول، علي بن سلطان المعاضيد مشاركة قطرية في هذا الانطلاق الجميل، والمركز الثالث سيوف حمد بن سليم الوهيبي من ينطلق مع سلوف وسيوف مع المركز الثالث، ورابع المراكز وضوح محمد بن سعيد الوهيبي على رابع المراكز، خامس المراكز ايضا هناك متواجده هناك مع المركز ايضا بشعار عتيق بن سالم الزرعي. هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى المنطلقة. أعود مع المركز الأول مع شعار المعاضيد من ينطلق مع أول المنطلقين مع المركز الأول بهذا الانطلاق القوي الجميل والأروع والأروع والأروع، بمتابعة أيضا شعار المعاضيد والغزي العلي بن سلطان المعاضيد بقيادة حمود أيضا بن الصغير الوهيبي من يتابع هذا الشعار، لكن وصل شعار عتيق بن سالم الزرعي ينطلق مع المركز الثاني والمركز الثالث، هناك بشعار بن سنوت. اعود مع المركز الاول غزلان مع الصداره مع المركز الاول، غزلان 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 من تشرد بن راموس الشوط، علي بن سلطان المعاضيد، لكن الزرعي عتيق عتيق عتيق، لكن هناك المعاضيد مع المركز الاول. اشكرك حمود بن الصغير الوهيبي على متابعه غزلان، تهانينا. وناموس المركز الثاني بشعار عتيق بن سالم الزرعي، المركز الثالث هناك بشعار محمد بن سعيد الوهيبي. توقيت الزمن دقيقتين وست، هو التوقيت الزمني لهذا الشوط، تهانينا والناموس.